السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ كلشي بخير؟ اموركم طيبه؟ نتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم واحد الاخت صيفطت ليا قالت ليا بغيت نبيع الشقه ديالي في نفس لونطوراج اللي كندرت معكم الفيديو السابق. المهم ما عليناش، هذه عباره الدار بغات الشقه بغات تبيع مولاها بالاتات ديالها، طالبه فيها 41 مليون وبلا اتات 40 مليون. المهم هي اللي مصوره لا فيديو، سمحوا على التصوير، سمحوا لي راه فيه لي فوتو وفيه كلشي. هادشي اللي عطى الله، واللي بغى هاد الشقه يتواصل معايا وانا معاكم وانتم معايا. المهم هذا هو لا فيديو اللي صيفطت لي الاخت، راه مسجلاه واقيلا بالليل ومسجلاه على الطول، ما كيجيش التصوير هو هذاك. المهم عباره عن شقه فيها 54 متر وطالبه فيها هي 41 مليون بالاتات ديالها. اللي بغاها يتواصل معنا، وإلى فيديو قادم بإذن الله.